السلام عليكم مرة أخرى. أردوان معاكم. هذه المرة غادي نفسروا مرة أخرى على الناس هادو اللي راهم يسقسيو شحال تقدر تدي لأمريكا يعني فيما يخص الأموال، يعني فيما يخص الفلوس شحال المصروف اللي تقدر تدي. وانا لا فيديو هذيك الاولى فهمت الغاشي باللي سا ديبون دي كا، سا ديبون دي كا باسكو لا ماجوريتي عندهم وين يجيو، دونك ما تحقش بزاف دراهم الا عندك وين تجي. ومام سي تجي عند واحد دونك تبعد عنده دو موا تروا موا بعد تروح تلقى بلاصه لروحك. لا ماجوريتي هكذا يدير، ما تقدرش تقعد عنده لونتر. دونك كيما قلنا كاين الناس دخلوا ب 300 دولار، كاين ب 400. صادق انا قلت لك شوف انت الا عندك وين تروح ولا ما عندكش. ممسي عندك واحد خمم في راسك بلي ممسي تروح عنده تقعد دو موا ولا تروا موا كيخرجوا لك لي بابي، وشحال تقعد باش تلقى الخدمة. بعد كي تلقى الخدمة خلاص تلقى الخدمة راك صوفيت، تلقى الخدمة وتلقى بلاصة راك صوفيت. وكي تلقى بلاصة مثلا اللوكاسيون تاع لابارتمون تاعك لازم تحط الديبوزيت، والديبوزيت هذا كيما نقولو سي سيكوريتي. مثلا اللوكاسيون تاعك تخرج لك 1300 دولار، لازم تحط 1300 دولار هذيك زيادة باش بور لا سيكوريتي. كي تخرج من الدار هذيك ولا حاجة مكسرة ولا حاجة ماشي نقية ياخذوها من هذيك لا سوم اللي خليت كوم ديبوزي، كما يعني لا سيكوريتي ضمانة، يعني تدخل الضمانة هذي. دونك تخمم في بالك كي تكري لروحك لازم تكون هذيك عندك ابا، هذيك ما توشيهاش كاع. دونك لازم تكون ابار هذيك لاصوم، هذيك وحده. وثاني ميم سي تقعد عند واحد لازم يكون عندك مصروف، فهمت؟ ماشي هو اللي يخلص لك كلش، انت تبوجي كي تحوز على الخدمه لازم تشد طاكسي، لازم تشد البوس، لازم تروح في التران. ماشي باك ابي باش تحوز على الخدمه، كاين بلايص وين تروح عندهم بالبوس. كاين صديقة، كاين ناس وناس، كاين ناس جات عند دي فامي عندهم طونوبيل، دونك سهلوا لهم الامور هما اللي يديوهم. صح ماشي دائما كيف كيف، كاين ناس ما عندهمش طونوبيل دونك تجي عنده لازم تشد تاكسي، لازم تشد بوس، لازم تروح في الترعه تحوس على الخدمه. هو لي برومي جوري يوري لك كاع وين كاين بلايص وخلاص راك صوفيت هذيك الاول مره. وكاين واحد الحاجة يعني كاين بزاف اللي ما راهمش يديروها الآن. واش دير كي تجي لافيلا هاديك؟ شوف كاع الخرائط لي الماب، شوف كاع الخرائط نتاع لافيلا هاديك ولي بوس والترام، جمعهم كاع باش أول حاجة ديرها تقرا في راسك شحال لي بوس كاينين، ماشي لي بوس كاينين، شحال لي زوراء باش تسهل لك الأمور. وثاني خريطة المدينة ولا الفيلاج هذاك، دونك باش تسهل لك الامور انت باش تروح اول مرة. هذه باينة تمشي في الطريق، لازم تمشي ابيي. من بعد كان اللي قعدوا 15 جور 20 جور شراو الفيلو، وكان اللي قعدوا ان بو بلوس من بعد شراو طونوبيلات اللي عنده دراهم بيان سور. دونك وسهلة طونوبيل اللي عندك مينيموم تقدر تشريها، يعني هنايا تقدر تخدم شهر تشري كاروسة صغيرة. تقدر سا ديبون وانت واللوكس تاعك، إلا بغيت اللوكس غالية، إلا بغيت حاجة مليحة تمشي تديك وتجيبك تقدر بألفين دولار تشري سيارة مليحة تمشي. هذاك هو دونك سي سا لا ديفيرونس بين بين الناس اللي يجيبوا بزاف والناس اللي ما تجيبش كاع. دونك
كاين الناس الله غالب احنا تجيب البلاد ما عندكش دونك اللي عنده يصرف على البي هذاك وعلى الفيزا باش تخلف الفيزا واش يبقى لك تجيبه. دونك كما قلت كاين الناس اللي عندهم شويه في كوتي كاين الناس اللي والو ما كان والو ما جمع ما والك دونك واش يدير يطبع برك اللي عنده شويه هكذا اللي عنده يجيب بها يتهلا في روحه يعني الواحد ماشي برك يقول لك لازم اوبليجين دي 10000 دولار اللي عنده 10000 دولار يجيب بها اللي عنده 6000 دولار يجيب بها اللي عنده صديفو وين تروح هذيك باينه تقدر تجي عند لافامي ديريكتومون لافامي يصرف عليك تجي عند خوك مثلا هذيك ما باينه وهو يقول لك ما تقلقش راك على المصرف بصح الا تجي عند واحد ما تعرفوش بزاف لازم هكذا شويه تخرج من دارو دير تاويل لروحك تكري لروحك تكري لمرتك الى جيت كوب كاين بزاف اللي راهم يسوي كوب وهذيك باينه لان الحاجه تاع لا لوتري راهم يشجعوا لي كوب هذوك الجدود اللي عنده واحد وليد واحد يشجعوا بزاف هكذاك باغوا يعمروا امريكا بلي كوب الجدد دونك هما اللي عندهم لافونتاج هما اللي المزوجين اللي عنده مثلا يكون عنده ولد واحد ولا ما عندوش يجي لهنا من بعد يجيب ربي دونك عينيك دونك عندك بلوس دو بوان هو الغاشي اللي تربح لا لوتري ولا الغاشي اللي تجيب بالميغراسيون كيفاه يعني تقييم كي تروح انت لومباساد تعطيهم كاع الدوسي تاعك لانك انت كي تربح اول مره ما يعرفوكش دونك تعمر كاع لي بابي هادو يشوفوا لا فونكسيون تاعك اللي يسحقوها ومن بعد يشوفوا الكوبل ديجا لا كان الكوبل او عندك 60 نقطه زياده الى عندك كان ديبلوم يسحقوها او عندك نقط زياده هما يكالكوليو 10 20 30 دونك اللي عنده بزاف النقاط يكون في لا ليست يعني يكون محتم هذاك يجي وبيان سور تتهلا في راح كي تروح لومباساد كي دير هذاك البتي انترفيو هذاك والميديكال هذو كاع يجيب في اللعب لواحد مريض مسكين عنده بروبليم تاع الاخر تاع لي بومون لانه هما كيديروا هذاك تاع لي بومون عندك المرض ما على باليش يعني الماجوريتي دي طون الغاشي صحاح يجيو دونك ما كاش مشكل الماجوريتي دي طون وكاين كما قلنا بزاف الغاشي اللي راهي تسقسي على الفينونسمون المصروف شحال الى قليل باش نروح انا قلت لكم الى بغيت ما يكونش عندك اللي تجيبها تتسحقها دونك اذا جبت بزاف ما تلقاش مشاكل فهمت من بعد الى لقيت خدمه تحطهم في لابونك من بعد ما تصرفهمش بصح لا ماجوريتي تاع الطون لا ماجوريتي الناس تجيب تاويل لا ماجوريتي تاع الطون الناس عندها تاويل واللي ما عندوش كيما قلت يدير تاويل صغير هكذا باش هو مو يجي ما يقعدش يطيش برك هذيك لوكاجيون فهمت دونك هذاك هو الصح الواحد يشوف كاع الاولويات مثلا انت الى عندك مثلا ما على باليش كما قلت الواحد مع مرته مثلا مع مرته الى هو اللي يربح يجي وحده يقلل من المصاريف بعد يجيبها رابيدمون بعد تكون ساهل انت كي تكون عند لافامي مثلا كي تكون وحدك ساهل من اللي تكون انت ومرتك بزاف المشاكل هادي باينه كي تكون مع مرتك تكون ثقيله اي واحد جي عنده تكون ثقيل هادي باينه حاجه يعني الناس ما تهدرهاش لان احنا واش المشكله تاعنا نحشمو كي يجي واحد عندك اذا تحشم باش تقول له اي تقول له مثلا
انت مرتك ولا ما تقدرش، فهمت؟ ما تقدرش تقول له يجي عندك مرحبا به، ثم بعد سكين تحشم، ما تقول له والو، وانت تحشم ثاني مع مرتك. بصح الا هي اللي ربحت، او المشكله الا هي اللي ربحت، وحنا القبائل والعرب ما يخليش مرته تجي وحدها، لان اللي ربح هو اللي يجي اول، يقدر يجي وحده، ما ماجوريتي ما يخليوش. الله غالب هذه العقليه، الماجوريتي ما يخليوش مرتهم تجي الاولى من بعد ما تجي، لان هذه واقعيه. انت اللي الراجل يدير، ما قلتش كاين، الحمد لله كاين بنات راه جاوا داروا تاويل، داروا تاويل احسن خير من الرجال. مي انا قلت سي با، ماشي دائما، سي دي كا، سي دي كا، يعني تلقى نسوان بزاف يجي وحدهم، وكاينين اللي ربحوا بزاف. دونك نتايا كي تجي لازم دير كاع لي دوني هادوك، اسكو عندي وين نروح، اسكو عندي ديبلوم مليح نقدر نخدم ديريكت، اسكو لا ريجيون اللي تروح ليها الراند رخيص ولا غالي، لان لوكاسيون بعد تجي هذاك تاع الاخر، تجي هذيك تاع لافامي، الا جيت وحدك ولا ما جيتش وحدك، هاي ليك كاع هادو يدخلوا في المساله. لان انا قلت لك اذا انت اللي ربحت، من الاحسن تجي وحدك، يعني تقلل من المشاكل، المصروف، ممسك تجي لهنا كما قلت، تروح في التران، تروح في البيوس، من بعد كاين المطر، يعني تسهل الامور على مرتك. الى جيت معها ما تسهلش، الى جيت معها تمشي معاك، وين تروح بس، الى جيت وحدك تقلل من المشاكل هذوك. ومن بعد انت كي دير تاول تجيبها لهنا وخلاص، يعني تخلي لكاع من المصاريف هادوك. هاي ليك. ومن بعد كاين نوتر ديسكوسيون نكسرو عليها ثاني، على لي بابي هادوك الفاشي اللي راهم يسكتو بزاف. هو البابي هذاك سي طري ديفيسيل باش واحد، لان هذاك البابي عنده بزاف لي كيستيون، عنده بزاف لي كونديسيون، و يعني انت الا يعطيك واحد هذاك الورقه يعني خلاص، فهمت؟ وتقدر تبدلو لواحد ولا لتنين في العام، وهذاك البابي اللي تجيبو يتبعو 5 سنين، يعني 5 سنين وهو هذاك البابي يتبع فيه، فهمت؟ تسمى هو هذا قانونيا اللي يجي مثلا من امريكا او عنده تاويل، يروح عند واحد بوندون 5 ans، هو ما تبعدش عنده 5 ans، فهم؟ هي القانون الامريكي لازم يكون واحد عندك، الى سحق اي معاونه، مثلا انت تجي الماريكان ومن بعد ما تلقاش روحك ما يجيوش عندك، يروح لهذاك اللي دار لك البابي، لانه هو اللي عطالك لا سبورت، فهمت؟ هو اللي لازم يعيشك، هذا قانونيا. بصح كي توصل للحقيقه هو ما يعيشك، ما والك، تجي تروح تخدم روحك، تدبر راسك، فهمت؟ ما يعرفك ما تعرفه من بعد. بصح اولك المشكله تجيب واحد ما تولي في المشاكل، عارف واش الغاشي اللي راهي يعني تحترس على هذا البابي، هذا على هذا. دونك انا قلت نهضر بزاف على البابي هذا، يعني كان 1000 واحد يسقسيو على البابي هذا، والبابي كما قلنا كاين بزاف لي ديمارش باش واحد يده، كاين بزاف لي ديمارش، ولي ديمارش هادوك مختلفين، لان علاه قبل ما تخلص لا فيديو هادي، لان علاه الغاشي لازم تبين باللي عندك مصروف، شويه مصروف في الكونت، وعند باش، لان علاه للانسان الواحد، ولا نكملها في لافيديو الاخرى، للانسان الواحد كاين مينيموم يقدر يعيش به بوندون اون اني، اوكي؟ دونك خليني نديرها في لافيديو واحد اخر.